لما بيبقى فيه فرص عمل يبقى فيه ايه؟ حياه. يقول لك ايه؟ هو انت لسه ما دخلتش دنيا؟ يقول له بس لما اشتغل، فلما ابقى اشتغل ادخل دنيا، ادخل دنيا يعني هعمل ايه؟ عايز اتجوز، ما انا عشان اتجوز اشتري بيت، طب ولو انت متجوز وعندك عيال والعيال كبرت لازم اشتري بيت اكبر ان استطعت، يبقى يفتح باب الحجز لوحدات سكنيه جاهزه للتسليم الفوري من دلوقتي لمتوسطي الدخل، وده من ضمن المبادرات بتاعه البنك المركزي للتمويل العقاري. في الفايده 3% وفي فايده 8%. احنا معانا على التليفون السيده مي عبد الحميد المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للاسكان. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله بخير، ازاي صحة حضرتك؟ الحمد لله بخير. الله يسلمك والله، ربنا يخليك يا رب، ميرسي جدا، الف شكر يا فندم. ربنا يخليك يا فندم. الحمد لله. الوحدات دي يا فندم استلام فوري، يعني لو انا عاوز اروح اتفرج على الوحدات وبعدين اقدر اول ما ابدا اشتغل على منظومه الدفع بتاعتي ابدا استلم على طول؟ اكيد طبعا يا فندم، احنا هننزل الكراسه فيها مواقع الوحدات، كل عميل اللي يقدر يعني هو عنده اهتمام بمدينه معينه عايز يبص عليها يقدر يروح يتفرج على الموقع ويتفرج على السوق المختلفه وهيلاقي حد يفرجه ويختار بناء على ذلك. وزي ما حضرتك بتقول الناس هتقدر تروح اول ما تخلص اجراءاتها التمويليه تستلم شقتها وتسكن. عظيم جدا. طيب الكراسه بتاعت الشروط واللي نازل فيها المواقع الى اخره تبدا باذن الله تطرح من امتى يا فندم؟ من يوم 15. احنا بس بنحب نعمل البيان الصحفي مسبقا شويه عشان ايه الناس برضو ما تتفاجئش ان ده انا لازم في خلال اسبوع او اثنين اوفر مقدم الحجز، فعشان كده احنا يعني بنعلن قبلها باسبوعين. يمكن هننزل اعلان في الجرايد يوم السبت باذن الله، والكراسات هتكون موجوده على الموقع ان شاء الله يوم 15، وقبلها برضو هنعمل بيان صحفي فيه تفاصيل اكتر من الكراسه، يعني بحيث برضو ايه الناس تبقى عارفه يعني الملامح العامه على الاقل يعني. طيب ده رائع جدا. هي المساحات المطروحه يعني من كام لكام تقريبا؟ احنا بنتكلم من 100 متر لحد 151 متر اكبر حاجه. كويس خالص. والاسعار يا فندم؟ في طبعا حاجات يعني اقدر اقول لحضرتك في حاجات من اول 451 الف جنيه، واغلى حاجه بمليون و900 الف جنيه. ودي متشطبه على السكن فورا على طول، تسليم مفتاح على راي الجمله بتاعه زمان. تسليم مفتاح بالظبط كده يا فندم، بالظبط. طيب شكل المقدمات يعني لو الناس عايزه تبدا تحضر نفسها من دلوقتي تستعد ولو نفسيا؟ ما هو احنا بنقول ايه، المبادرات نازله بشروط معينه في المقدمات. احنا تسهيلا بناخد جديه حجز كده الاول رقم يعني ما يمثلش نسبه يعني يمثل اقل من 10% شويه من ثمن الوحده، يعني احنا بنقول في وحدات بمليون و900 الف واحنا واخدين مقدم 80 الف جنيه. الوحده المليون و900 الف دي المفروض انه يدفع فيها مقدم على الاقل 20 او 25%. الناس تبقى جاهزه بهذا الرقم، كل واحد برضه يبقى عارف ايه عشان ما يعني ما يقدمش على حاجه وتبقى مش في حدود قدراته انه يستكمل المقدم. لذلك برضه احنا هنحط على الموقع الالكتروني بتاعنا كالكوليتر، وكل واحد يحسب دخله ويقدر يجيب له تمويل قد ايه، وطبعا الكراسه هيبقى منصوص على كل نوع شقه يلزمه مقدم قد ايه، وفي جداول هتكون نازله في الكراسات فيها المقدم هيستكمله الكام لما يروح البنك، والاقساط ممكن تبقى قد ايه حسب بقى مده التمويل. عظيم. يعني على 10 سنين، ال 10 سنين غير ال 20 غير ال 30 طبعا. يعني احنا عندنا مده التقسيط مثلا 10 20 30 ممكن، وممكن لحد 5، بس طبعا كل ما مده التقسيط بتقل كل ما بيبقى مطلوب مقدم اكبر لان القرض هيبقى صغير يعني. صح. طيب وكده اللي انا فاهمه المقدمات من 10 ل 20%. يعني في حاجات ممكن 25 تمام، وفي حاجات ممكن تبقى 25. دي الحاجات بقى اللي هي يعني يختلف نسبه المقدم على اساس ايه؟ تميز المكان؟ لا هو على اساس ان يعني البنك المركزي مدي فايده مدعومه، فكل الدخل ما بيزيد وحضرتك بتقدم على شقه اغلى فتبقى يعني محتاج دعم اقل شويه، فيعني ما بنديكش بقى قرض كبير قوي لان كل ما قيمه القرض بتزيد كل ما دعم الفايده اللي البنك المركزي مقدمه بتزيد يعني. فلذلك يعني كل ما حضرتك بتقدم على شقه اغلى كل ما قيمه الدعم بتقل شويه، عشان كده في ناس واخده 3% وناس واخده 8%، في ناس هنطلب منهم مقدم 15 وناس هنطلب منهم 20 وناس هنطلب منهم 25. طيب علشان هستخدم المصطلح بتاع قتلا لشك بيقين، اول ما احنا هنقول كده هنلاقي على طول العيال بتاعت الاخوان واللي شبههم هيجي يقول لك يا جماعه ده هيبيعوا لكم شقق في الصحراء، ده مش لا ملهاش طرق، ده مفيش خدمات، ده مفيش مش عارف ايه.
احنا يا فندم انا يعني الاعلان ده متاخر بقاله يمكن اكتر من شهرين ثلاثه، الناس بتتابعني بس انا كنت حريصه ان احنا ما ننزلش اي موقع الا اذا كان موقع جاهز بالفعل. عندي وحدات هتجهز على شهر 6، انا ما رضيتش انزلها منع عن الاقاويل اللي حضرتك بتقولها دي. حلو ان شاء الله هننزلها في اعلان لاحق، لكن الاماكن اللي احنا نزلناها دي جاهزه بالكامل يا فندم. عظيم جدا، انا بشكرك جدا 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 على هذا الاعلان الرائع بصراحه بجد يعني. يعني ان شاء الله الخبر ده بالنسبه لي حاجه كده زي ما يسموها ميوزك تو ماي ايرز. في النهايه انا شايف قدامي صور واقعيه، مكان اخر جمال، منتهى الشياكه، مزروع مجهز، حدائق، شكل العمارات زيها زي ادخن كومباوند موجود، حاجه حلوه جدا يعني. طيب انا عايز اشكرك جدا استاذ مي عبد الحميد المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للاسكان، شكرا جدا اولا على المكالمه.